السلام عليكم. ملاحظة أعزائي، أرجو مشاركة هذا الفيديو مع الجميع لكي يكون الأجر لكم ولنا، وكل عام وأنتم بخير. صلوا 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 على رسول الله. هذا الشاب جمع ملابسه في حقيبته وقال لأبيه: أنا ذاهب للتخييم، أراك لاحقا. الأب كان متضايقا، وعندما رأى صورته هو وابنه قال: لقد كان لدي أحلام كبيرة من أجلك يا بني. بدأ الأب يتذكر لحظات من طفولة ابنه. عندما كان يلعب ويصرخ الأب عليه، عندما يسقط الأم كانت تعطف على الطفل والأب لا. وبيوم وعندما أحضر الطفل علامته في الامتحان من المدرسة، قال الأب للطفل: ما هي أعلى علامة في الصف؟ قال الطفل: 96%. نظر الأب إلى علامة طفله وكانت 80%. صرخ الأب وقال: هذه علامة؟ الطفل قال بصوت خافت: يا أبي، أنا 80 وأعتبر نفسي في مستوى الامتياز. ولكن الأب قال: لماذا لم تحصل على 96؟ شعر الطفل بالإحباط لأن أباه لم يفتخر به. وعندما كبر الطفل كان يحب اللعب على الطبول، لكن الأب لم يكن يعجبه ذلك، وكان دائما يأخذ العصية من ابنه. وبيوم قال الأب لابنه: لماذا تحب الطبول؟ تضايق الأب ورفع صوته بوجه أبيه وقال: هذا خياري. صرخ الأب وقال: إنه ليس خيارك أيها الطفل، أنت تظل طفلا والخيار لي بكل شيء طالما أنت تعيش معي. وقال الأب: إنه خياري أنا فقط، وأنا من يحدد كل شيء. تذكر الأب كل هذه اللحظات عندما خرج ابنه إلى التخييم، وقال الأب بينه وبين نفسه: لقد ارتكبت أخطاء كثيرة كأب، ولكنني أتمنى أن يرى ابني الحب الذي بقلبي له. هذا الأب كان يحب ابنه كثيرا وكان يعمل من أجله. لحق الأب ابنه عندما خرج ووجده ينتظر الباص، وجلس بجانب ابنه وأعطاه العصية التي أخذها منه وقال له: يبدو أن الباص تأخر عليك. وقال الأب: إلى أين ذاهب وأين هي منطقة التخييم؟ أخبره ابنه اسم المنطقة، فقال الأب: تعال سوف أوصلك إلى هناك. يا الله، إن كل ما يفعله الأهل هو من أجلنا نحن. هل ترى أمك متضايقة عليك؟ لأنها تهتم بمصلحتك. هل تجعل أباك متضايقا منك؟ احذر عزيزي أن تفعل ذلك، فهم أغلى ما في الحياة. أرجو مشاركة هذه القصة مع الجميع.